مرحبا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من يلا ديلز تي في. الحلقة اليوم كتير رائعة وكتير مهمة، لأنه لازم كل زلمة كل رجل كل ريال كل زول يعرفها، واللي هو شو موضوع صيانة السيارة وكل شي لازم تعرفه أنت كرجل بسيارتك. واليوم عندي ضيف الحلقة الميكانيكي حسام حمدان اللي رح يعطينا معلومات كتير قيمة عن هالموضوع. تفضل حسام. كيفكم يا شباب؟ أنا حسام حمدان، عندي ورشة الذيب في عجمان. احنا متخصصين جميع انواع السيارات من ميكانيك وكهرباء وتكييف، وفي انا كمان خدمه انه نجيب السياره من باب البيت ونرجعها لباب البيت. هاي خدمه كتير رائعه طبعا، يعني بتجيبها لعندي، تيجي لعندي بتاخذ السياره بتصلحها بترجع لي اياها. هاي خدمه عندكم؟ خدمه انه وبافضل الاسعار ما شاء الله، والسياره بتوصلك مغسوله وجاهزه ومسرفسه بالكامل. رائع. ووين موقعكم؟ احنا في عجمان. في عجمان. وراح نخبركم اليوم عن السيرفيس او المانجر سيرفيس اللي لازم تعملوه بسياراتكم. تمام، ورح تودينا كل الشغلات المهمة اللي لازم كل رجل يعرفها بسيارته. طبعاً صحيح؟ طبعاً. رائع. Let's get to it. هسه في عنا أكثر من شغلة لازم نحكي فيها. أوكي. أهم شغلتين هن الزيت والمي. الزيت والمي. المي بس المي ما تنفتح وهي حاميه. هذا هو الراديتر صح؟ هذا الراديتر مو الراديتر. صحيح. وعندك زيت الماكينه اهم شيء، وكثير الناس بتتاخر بغير الزيت، ما يؤدي الى بقلب الزيت الى جريس الى شحمه. ايوه تمام، فهذا بخرب الماكينه كثير. ايوه. وشو هو هذا المستوى اللي هسه؟ هي المستوى الزيت، يعني الزيت فل هون. فل يعني؟ نعم هون. وهذا شو ليش في اثنين؟ هنا انه ناقص كثير. هذا ناقص كثير. أيوة. معناته اذا كان لهون ممتاز فل. ايوه. ولازم الزيت يكون فيه لزوجة. لازم يكون فيه لزوجة، مش جريس، يعني ما يقلب جريس انه يخرب على الاخر. الزيت يعني كل اسبوعين لازم يتشيك، على الاقل كل اسبوعين يتشيك. ايوه. ولازم يتغير على موعده، يتغير يعني على موعده ما يتاخر فيه. ايوه تمام. اهم عنصرين. طيب سبب غيار الزيت اللي ذكرناه انه الزيت بقلب له جريس، تحول لشحم، ما بيؤدي الا يضرب الماكينه. هلا هذا الزيت صار هيك؟ نعم، لانه ما بغيره ابدا. واو مان، لوك ات او بتاخر عليه. صار كثير جريس، صار جريس، عبارة عن جريس، شحم، سميك، شحم صار يؤدى لضرب الماكينة. هاي السيارة واقفة وماكينتها ضربة. وين السيارة هاي؟ أيوة. فقط من وراء غيار الزيت. فلازم غيار الزيت على موعده. لازم على موعده. إذا 5000 نعم. لازم عليه. نعم. إذا 10000 لازم عليه. نعم طبعا. أيوة. الزيت لازم يتغير بموعده. أيوة. يكون نفس الشركة للسيارة. تمام. يعني زيت تويوتا بتحط لها تويوتا. تمام. ما تحط أي زيت. أيوة. لأنه كل الزيت له قياسه وله عياره. وشو رايك بالزيت مثلا من الكازيه؟ برضه منيح برضه الكازيه، يعني انواع بتكون عامه. هسه في انواع كثير، يعني اكثر من 1000 نوع زيت توتال مثلا، او شو بيعرفني. افضل انك تحط أيوة. الشركه المخصصه، مخصصه للسياره. طيب تمام. والرقم بيكون جاي، لانه في اكثر من نوع، 5W20 5W30 ايوه 0W20، يعني كل زيت كل ماكينه لها زيتها. تمام. فما بنقدر نلعب فيه. شوف إذاك تحكي لنا عن دور الزيت بالمحرك، شو بيساوي الزيت بالمحرك؟ بس الزيت بيطلع بضخ على طرمبة الزيت. ايوه تمام. وبيطلع للصبابات اللي هم هذول التكيات. ايوه ايوه. وبيمشي بالماكينة كامل، بالمحرك كامل. حلو. فهي وظيفة الزيت. وعندك البستون، عندك رينج بستون. ايوه. برضه تأخير الزيت لما يكون يطلع كثير دخان من السيارة. أيوة. لما أنت تشغل وتدعس ويصير دخان أسود وأبيض. ايوه. برضه من الرينج بستون اللي هو هذا. ايوه. هذا كمان سبب من اسباب عدم تغيير الزيت. هذا هو كان المحرك، وهلا خلينا ننتقل لهذا. شو هذا؟ هذا الكرانك. هذا الكرانك. هذا اللي بيمشي الكرانك، عمود الكرانك. اوكي. هذا مبرد الجير. هذا مبرد الجير. هذا مبرد الجير. طبعا لما يضرب بصير يدخل مي وزيت مع بعض. أيوة. هو زي الروديتر بس شكل ثاني. حلو. واصغر. حلو. يعني من جوا خلايا وعادي، يعني روديتر. أوكي. بس طريقة اصغر. اتجاه مي واتجاه زيت. تمام. فلما يضرب بصير يدخل على بعض المي والزيت، فبيعمل ميكس. تمام. وفي ناس كثير بغيروا مكاين وهي مشكلتهم بسيطه، عباره عن كولر. ايوه. عندنا كمان دوره المي. حلو. دوره المي كثير مهمه انها تكون فول دائما. اوكي.
دائما تكون فل. حلو. وظيفة المي انها تبرد على المحرك. هذا الريديتر. هذا الريديتر. بس ليش هذا خطر عليه مكتوب؟ ممكن تحكي للمشاهدين. لانه لما تكون السيارة شغالة اكثر من ساعة ساعتين بكون أيوه. في برشر. ايه. المي غليان يعني بتكون درجة حرارة كثير عالية. فبتؤدي لحروق اذا فتحتها. بتصدق مرة انا كنت رح افتحها دون ما اعرف كنت رح افتحه وبعدين تذكرت انه هذا كثير ضروري. هاي بتحرق الشخص بتحرقه لدرجة اولى بتوصل. نسبة الحرق. وفي ناس كتير صار معهم طبعا صحيح فانتبهوا يا مشاهدين لا تفتح هاد ايه ما تفينا يفتح بس تكون سيارات يعني الصبح ايه او اذا معه طلعت سيارة حرارة ولا اشي يسيبها ساعة او نص ساعة بعدين يفتح نص ساعة على الاقل نص ساعة فمعناته انتظر نص ساعة قبل ما تفتح الريديتر يفتحه بوسيلة بشريطة بشغلة ولازم يفتح يدوي صحيح صحيح عشان ما يتأذى تمام وهذا شو في جواته بالضبط هسه وظيفة المي هي تبريد على المحرك ايه هسه عندك الواتر بام أيوه. عندك الترموستات برضه هذول بيساعدوا ايوه في عملية الدوران حلو شو هذا عندنا مطرة الراجع اوكي اللي هي لما الروديتر ينقص مي ويكون بحاجة لمي ايوه باخذ منها بياخذ منها واذا كان مزود مي برجع أيوه. على مطرة الراجع ايوه وهذا شو لازم نعرف عنه يعني هذا لازم يكون دائما يعني يكون في مي ما يكون فل على الاخر ايوه ما يكون فاضي على الاخر طبعا هذا هو المحرك شوف لك تحكي لنا انواع كثير من المحركات أيوة. اللي هن 4 سلندر و6 أيوة. سلندر و8 سلندر و12 سلندر حلو في عندك تيربو عندك سوبر تشارج حلو. وظيفه البلاكات هن يعملوا احتراق البنزين حلو هم اللي بيحرقوا البنزين بيعطوا شعله عشان البنزين ينحرق في الموتور داخل المحرك هاي وظيفه البلاكات وظيفة طرف جينيان وين هن بالضبط تحت الكويل ايوه هون تمام تمام بكون هذا بلاتينيوم اللي بيكون مسطح عادي هذا عادي ايوه ايوه هذا كل لازم كل 10000 يتغيروا اذا كان عادي والبلاتينيوم يعني كل ثلاث غيارات زيت ايوه كل ثلاث غيارات زيت تمام اذا ما غيرتهم تصرف بترول تصرف أكثر. بنزين السحب السياره مش تمام حلو العزم بكون تبعها ماسك حلو. في عندنا كمان فلتر الهواء حلو لازم يتشيك كل فتره طبعا هذا جديد بس بكل سهوله بتفتحه طبعا حلو ايوه طبعا هذا جديد هذا جديد هذا لازم يتنظف كل فتره صح طبعاً. كل ايمت يتغير بس تشوف يعني الميكانيكا وانت تشوف انه خرب ايه؟ يعني مبين انه مسكر ايه؟ لانه هو بيروح على التروتل ايوه التروتل اللي هي كبك الدعسه حلو فاذا بكون ما في يعني ما في هواء بدخل كفايه ايه؟ فبياثر برضه على عزم السياره واذا كان هذا ما له نظيف كمان بياثر طبعاً. على الاداء صح على اداء السياره حلو هسه عندنا هنا زيت البريك زيت البريك زيت البريك طبعا زيت البريك ما بتغير حلو. الا اذا ضرب بايب ترومبا خربت ساعتها بنغير الزيت اوكي بس بالعاده الزيت ما بتغير شو وظيفته زيت البريك هذا اللي بيعمل البرشر للبساتين البريك اوكي وبشغل الاي بي اس برضه اللي هو هذا انتي لوك بريكنج سيستم اي بي اس حلو. الاي بي اس وظيفته انه لما يكون في زحليق او مي على الشارع او زيت صحيح بيمسك عجل بفلت عجل بيمسك عجل مو فرد مره صحيح صحيح, صحيح. الاي بي اس تمام هسه البطاريه بتجينا ايش؟ عين سحريه بطل. اسمها عين سحريه؟ اسمها عين سحريه ايوه ليش بتطلع منها؟ خلينا نشوف هسه العين هاي بتكون خضراء ايوه معناته البطاريه منيحه بتكون ابيض اوه رائع والله شوف بحاجه للشحن بالفعل في عندك هون نعم. شايف لما تكون احمر يعني غير تكون خربانه الاخضر تمام والاحمر بدها شحن او غير صالح الاحمر غير صالح تمام ممتاز وشو كان النوع القديم للبطاريات القديم كان عادي بتقدر تعبيه مي ايوه مي مقطره او اسيد وهلا هذا النوع العين السحريه بتيجي مغلقه ما بتقدر تعمل فيها شيء بس لما تخرب خلاص كبب بتجيب جديد البطاريه بحاجه لشحن ايه الماينوس على الماينوس حل. لازم يكون تمام والموجب على الموجب اذا عكستهم تضرب كمبيوتر المحرك وين كمبيوتر المحرك كمبيوتر ايوه فمعناته لازم الاقطار على نفس الاتجاه صحيح صحيح كمان شغله مهمه اللي هي كراسي المحرك الانجن مونتنج تمام هذول بيعملوا فايبريشن رج بالسياره فبتحس فيها بالدابلو في دابلو المحرك صحيح انا كانت سيارتي قبل نعم. ترج طبعا وفي صحيح. عندك واحد ورا تحت اوكي وعندك تحت البطاريه كمان في كرسي الجير كرسي الجير كمان نعم هذول لازم برضه ثلاثه تغير اللي هن الانجن مونت الانجن مونت
طيب وهذول ايمت بيتغيروا بيعيشوا كثير صح؟ بيعيشوا هذول بس حسب الاستهلاك برضو. حسب الاستهلاك. ليش؟ لانه كله ربل بيجي مش حديد او بيجي ربل. كرسي المحرك. هذا كرسي المحرك. برضو ضارب. فمعناته هذول لازم تغيرون كل فترة او كل ما تحس انه السيارة فيها رجة قوية او رجة في الداشبورد. وشو بيصير اذا ما غيرتهم؟ بخربوا لك كثير شغلات. كفات السيارة، اكسلات السيارة، بصير تأثير عليهم. اوه معناته هذا ضروري. ليش؟ لانه الماكينة بتكون ثابتة بس اذا ما تغير بتصير الماكينة تطلع لقدام شوي زيادة او لورا زيادة. أيوة لما أيوة. تحط دي او ريبس. ايوه عندك هذا كرسي الجير. اوكي هذا مهتري شكله. اوه رايح فيه رايح الاخر. رايح. هذا ممزوق. هذا كمان الكرسي السفلي برضو الربلات موزعين. عندك كمان بلت المحرك. خليني اشوف وينه. خليني اعمل زوم. لازم يتغير. ايوه هذا هو بلت المحرك. هذا تغير هلا. طبعا هذا وظيفته هو مشغل المحرك. هذا جديد صح؟ نعم جديد. هذا جديد عليه. فرجينا القديم كيف. ايوه شوف شو ساير فيه. هاد هاي من علامات التآكل صحيح؟ طبعا. ايوه شايف كيف ساير. وهذا كل ايمت بيتغير. هذا بعتقد بيعيش كثير. بيعيش هو بيعيش. كم سنه بيعيش هذا تقريبا؟ حسب الاستهلاك. كمان العجلات اللي هي التواير. حلو تمام. هسه امرات بكون الرينج نفسه في مشكله. ايوه تمام. فبيعمل رج بالسياره فمش شرط يكون بس التاير انه ايه هاي عادي رينج عادي هاي. اوكي تمام. هسه هنا عندنا احنا هنا رقم التاير. ايوه هذا مهم. شو هذا؟ هو هذا طوله حلو وعرض التاير وارتفاعه. وين هذا بدك تعرفه من هون؟ اي 175 يعني 70 14 14 اللي هو الرينج. 14 هو الرينج. 70 طول 70 75 العرض. 175 العرض. نعم حلو. التواير ما يخربوا. اهم شيء يكون دائما معبى هواء. صحيح. على نفس عياره ما تعبي زياده. صحيح. يعني هذول السيارات بيجي 33 وبرضه اذا بدك تعرف قديش العيار بكون مكتوب على جنب. خلينا نشوف وين مكتوب هذا. ايوه هذا هو. بيعطيك الامامي وبيعطيك الخلفي. هون الامامي شو ايوه هذا 33. 33. وشو هذا مكتوب هون حتى ثلاث اشخاص؟ نعم. وهذا شو؟ اربع اشخاص. 33 تمام. وهذا شو خلفي؟ برضه بتلاحظ انه تعبان التاير او اوكي من الفرزات هذول. ايوه كيف تعرف؟ الفرزات لازم يكونوا عاليين مبينين. اوكي بس عندك يعني مختفين رايحين فهذول التواير غير. ايوه شوف الفرزات نازله على الاخر. هذا هو الاكزوست. هذا هو الاكزوست. تمام. الاكزوست وظيفته انه يطلع الهواء. اوكي. الهواء اللي هو الكربون بعد الاحتراق عملية الاحتراق بيطلع من هنا. كامل. كيف تعرف اذا هذا عنده مشكلة؟ هذا ما في مشاكل ما بيجي له مشاكل. على الاغلب ما بيجي ما بيجي له. في له فلاتر بس مش دائما تخرب الا اذا دخل فيهم مي واحنا ما فيش عندنا مطر فما راح يدخل مي. تمام. وهذا طبعا تاير سبير. في سيارات من تحت. ايه في سيارات من داخل. وسمعت كمان لازم هذا تعبيه هواء كمان. طبعا. انا ولا مره عبيته هواء. هذا ايوه مهتري هذا. نعم لازم غير. تمام. عندك الدفرنشن هان هذا اللي بمشي السياره من ورا. هذا مش لكل السيارات اللي للدفع الخلفي. هذا للدفع الخلفي. هذا الدفرنشن. دفرنشن ما في دفع خلفي ما بيجي بس بيجي بيرنجات. ايوه بس بيجي بيرنجات. بس بيرنجات. عندك هذا الجنبين. الجنبين شو بدك تحكي لنا عنه؟ الجنبين وظيفته انه يمسك السياره. اوكي. يعملها موازنه وانت ماشي. حلو. بعمل بالانس للسياره وهي ماشيه. عندنا الدراي شافت. ايوه هذا شو وظيفته؟ الدراي شافت وظيفته انه يلف الدفرنشل الخلفي. يلف الدفرنشل الخلفي. نعم. هسه بيخرب بالعاده هذول فيهم. هذول اذا خربوا بيطلع صوت كثير قوي. ايوه. حتى امرات ما بتقدر تمشي بالسياره. حلو. فهذول دائما لازم تشحمهم وتغسلهم. هاي من هنا تقدر تحط الجريس من هنا هذا عشان تشحمه كامل. ايوه طبعا في سبيشال تولز عشان تحط الجريس جوا. حلو. وبرضه من الامام نفس الشيء. وفي سيارات تانية بيجي لهم سيل هنا. ايوه بيمسكهم برضه هذا اذا خرب بيطلع صوت. السيل بيمسكه كل السيارات يعني هاي السياره ما فيها. وهذا شو هذا؟ هذا تانك البنزين. ايوه هذا تانك البنزين. فيول بامب وفي عندك فلتر وفيه فلتر. الفلتر لازم برضه يتغير كل فتره. حلو.
ليش وسخ بترول حلو. بس من وسخ البنزين تمام مش دائما هذا يعني بس تحس انه السياره مش مزبوطه وهذا شو هذا الاكزوست عندك الاكزوست دبات البيئه هذول ما انصح حدا يفكهم ابدا اوكي هذول بيساعدوا السياره كريحه كصرفيه بنزين اذا فكيتهم كربون تدخل جوا السياره داخل الغرفه بتحس بريحه كربون اوه هذا بيصير تسرب طبعا فما ابدا ما تفكهم اي حدا بيقول لك فكهم ما تفكهم صاي سؤال مهم حسام نعم. كيف رح تعرف اذا السياره صار فيها او يعني بيقول لك اذا بيصير تسريبات من جوا مرات الناس بس بتنام جوا السياره والمكيف شغال بيقول لك هذا خطر لانه ممكن يتسرب غاز ثاني اكسيد الكربون لجوا مقصوره القياده كيف تعرف إذا في عندك مشكلة بالتسرب السيارة إيه؟ في ربط سيلات إيه؟ هذول بيكونوا مسكرين أوكي. فإذا الزامن أو راح على ورشة أو كراج اشتغلوا له فيها وفتحوهم ما رجوا ركبوهم هنا المشكلة أيوة. بس إذا ركبوا نظامي ما في أي مشاكل تمام وهذا قلنا له شو؟ هذا الفورويل هذا الفورويل اللي هو للسيارات الصحراوية 4x4 أوكي. هذا أساس أنك تخلي الأجال 2 طويل أو فورويل أيوة هذا أوكي. اللي بيمسك الأربع أجال أو تخليهم عجلين حلو تمام تتحكم من فوق من عصاية الجير تمام من عصاية الجير تتحكم من فوق حلو في عندك هذا كمان دبل اوكي دبل برضه نفس الوظيفة الخلفي ايوه ايوه بس هذا بيمسك مع الامامي يعني أوكي. عندك عمودين شفت واحد امامي وواحد خلفي برضه نفس الشيء هاي شايف نفس طريقة التشحيم نفس كل شيء حلو وهذا شو هذا اللي هو هاي بطانات هاي حماية ايوه هاي للحماية نعم حلو تمام عندنا الشيالات الشيالات وين الشيالات هذول تمام هذول دائما البوكسات بضربوا فيهم ايوه البشات هم اسمهم حلو وعندك البويل جوين اوكي برضه هاي دائما بتضرب ايوه وعندك عمدان التوازن هذول تعال من هنا هذول اللي هن اللينك رود شو وظيفتهم هذول؟ هذول لينك رود ميزانيه اوكي تمام وعندك هذا الستيرنج بوكس حلو برضه هذول اللي بيخربوا وعندك الاكسل الاكسل اهم شيء الربلات هذول ما يخربوا الاكسلات برضه اوكي لازم دائما نعمل لهم صيانه شو الاكسلات بيساووا الاكسل هو بيكون مربوط بالدبل اوكي بالفورويل تمام فهو اللي بيمشيهم حلو فاذا خرب هذا الربلات ايه فبيطلع الجريس فبخرب بيخرب من الداخل تمام بصير يطلع صوت قوي على اللفه وعلى اليمين وعلى اليسار حلو عندك كمان الجنبين السسبنشن هذول الجنبينات ببينوا اذا هم خربانين وشو وظيفته هذا الجنبين هو اللي ماسك السيارة من تحت تمام عندك الشيال العلوي نفس وظيفة الشيال السفلي حلو وهذا كل إمت هذا لازم تتغير هذا بيضل كتير صح؟ بيضله بس يبين يعني بس يطلع الأويل منه يبين أيه. إنه خربان أيوه أيوه وعندك البركات من الداخل حلو البركات هذول كل فترة لازم تغيره حلو وبنهاية الحلقة بتشكرك كتير يا حسام على النصائح القيمة اللي قدمت لنا إياها اليوم وشو فينك تعطينا هلا كنصائح عامة للشباب بالنهاية؟ العفو أول شيء زي ما حكينا الصيانة العامة تمام تهتم بالصيانة العامة إذا لاحظت إذا في زيت أو مي تحت سيارتك طبعا ما يكونش مي الـ AC مي المكيف لأنها بتنزل بالعادة فإذا كانت مي الروديتر فضروري إنك تراجع الكراج حلو وبرضه ما تنساش موضوع غيار الزيت حلو وأهم شيء السيرفيس غيار الزيت اللي هو عوقته دائما عوقته دائما وبالنسبه للعجلات شو العجلات كل فتره بدك تشيك الهواء حلو كانت تشيك في محطه البترول باي مكان حلو يعني الموضوع سهل هذا اهم شيء عشان السيفتي حلو كموضوع التواير حسام شو فينك تحكي لنا بالنسبه للسيرفيس الشباب لازم ياخذوا سياراتهم كل ايمت وشو هو الحد الادنى الحد الادنى 15-20 ألف اوكي وعندك ال 50 ألف وعندك ال 100 ألف اوكي هذا الميجر سيرفيس ميجر بس الافضل عشان تتجنب المشاكل اوكي والتكلفه والخرابات الزياده لازم كل 20 ألف تشيك السياره كل 20 ألف لازم تشيك السياره طيب وشو هي الاعطال الشائعه اللي انت بتعرفها عندك غطى المي غطى الروديتر حلو كثير بيخرب السيل تبعه لخرب بصير حماره بصير حراره حلو عندك البلت اهم شيء بلت المحرك صحيح عندك البلاكات 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 عندك البريكات البريكات السفايف امامي خلفي حلو دول برضه لازم يتشيكوا دائما لازم يتشيكوا دائما للامان فلتر الهواء وفلتر البنزين فلتر الهواء وفلتر البنزين فلتر البنزين نعم تمام هذا كله السيرفيس العادي المنجز سيرفيس بدك تشوف الكراسي المحرك حلو بدك تشوف البيرنجات حلو بيرنجات الماكينه بيرنجات التواير برضه بدك تشيك على التواير بدك تشيك على السسبنشن كامل تمام هذا كله برضه على 50 حسام شو بتنصح الشباب بالنسبه للدواليب للاطارات الدواليب الافضل يتشيك كل فتره حلو كل فتره فاذا هو يكون فاهم في الدواليب اوكي فهو بيعرف انهم بحاجه لغيار اذا ما بيعرف يا باخذهم على ورشه او على الكازيه على محطه البترول
تمام برضه ببينه. وبالنسبه للبريشر دائما البريشر دائما يعني كل فتره لازم تشيك، كل اسبوعين كل شهر كل شهر على الاقل تشيك انت بتشوف البرشر. يعني تمام خلص اذا تحس انه نازل لازم كل فتره تشيك. وعلى فكره الشيء الحلو بالبريشر لما تروح على محطه البترول مثلا على انك ولا ادنك، انا هذا اخر مره لما جربته ما كنت اعمل هالشيء، بس لما جربت حطيت البريشر لحالي هو لحاله اوتوماتيكي، هو لحاله اوتوماتيكي يعني ما عاد في يدوي، ما في وبتقدر تعاير على الماشين يعني. صحيح مكتوب على الباب اذا بدك كمل هواء امامي خلفي كمل البريشر. صحيح هو لحاله بيعبي لحاله حتى بنفس اذا بدك. مزبوط. هو كمان اذا في هواء زياده بسحب. صحيح صحيح. يعطيك العافيه يا حسام وشكرا كثير لك، بالتوفيق ان شاء الله. شرفتونا شرفتونا. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك.